أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة العالم الجديد ونقرأ منها مقالا بعنوان السيرك السياسي ودعوة المالكي لانتخابات مبكرة للكاتب علاء اللامي، يقول فيه: لماذا رفض ساسة الحكم دعوة نوري المالكي لإجراء انتخابات مبكرة؟ وهل اقتراحه بحرمان المسؤولين التنفيذيين من الترشح محاولة للإطاحة بالسودان؟ وأين حزب الصدر في كل هذا السيرك السياسي؟ وبحسب الكاتب الذي وضع لهذا السؤال إجابات افتراضية، منها إن دعوة المالكي رفضت لأن الجميع في التحالف الحاكم يعتقدون بحتمية فشلهم في تحقيق نسبة مشاركة تفوق 10%، بعد أن وصلت المنظومة الحاكمة إلى الدرك الأسفل من الفساد ونالت كرها واحتقارا لا مثيل لهما من الأوساط الشعبية، لذلك رفضت. متابع. بعض ساسة الحكم فسر اقتراح المالكي كمحاولة لاستغلال غياب مقتدى الصدر فيما شعر مخالفوه ممن يرفضون إجراء الانتخابات المبكرة بأنها قد تعيد الصدر إلى الميدان بقوة. ويضيف الكاتب أن مخاوف المجموعة الحاكمة من حزب الصدر لا أساس لها، فهو لم يعد يشكل خطرا على النظام بعد أن أعلن دخوله بشكل رسمي تحت سقف المنظومة الطائفية السياسية التي وضعها الاحتلال الأمريكي، وأطلق على تياره اسما جديدا فاق في مباشرته أحزاب خصومه داخل إطار الطائفة فسماه التيار الوطني الشيعي. ومن هنا ستستمر حالة التعفن والتآكل الداخلي للمنظومة الحاكمة بكل أحزابها وزعماء طوائفها وعرقياتها لسنوات قادمة، وسيستمر النظام شكليا يعيش حالة استقرار أمني وسياسي حذر متوتر طوال فترة التوافق الأمريكي الإيراني حول الملف العراقي. وبمرور الوقت ستتضخم المشكلات والمآزق القائمة اليوم، وستنشأ مشكلات ومآزق جديدة قد تصل خلال فترة منظورة إلى حالة انفجار شعبي مطلبي قد يتحول إلى سياسي يضعف ويضعف القبضة السلطوية والقمعية. وإلى صحيفة طريق الشعب ونقرأ فيها مقالا بعنوان لحظة الاختيار للكاتب محمد عبد الرحمن، يقول فيه: تجربة سنوات العجاف الماضية تؤكد بوضوح لا لبس فيه أنه أقرب إلى المستحيل أن يبقى العراق يحكم وتدار شؤونه بالمنهج والطريقة التي سارت عليها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005، فهذا المنهج ولاد للأزمات، ولا ينفرد العراق بهذه الخاصية، فقد سبقنا إليه لبنان ومعروف جيدا ما يعانيه شعبه الآن. هذا المنهج لا يقدم حلولا ولا يغوص في المعالجة للأسباب الحقيقية للظواهر، لذا فإن الترقيع وتدوير الأزمات هو سيد الموقف، والنتيجة هي المزيد والمزيد من التراجع. هذا بغض النظر عن مشاريع تقام هنا وهناك لا تمس الجوهر ولا تعالج تقديم خدمات أساسية للمواطنين، مثل مشكلة الكهرباء المزمنة رغم المليارات التي صرفت وتصرف من جديد في هذا الملف. نتابع. هذا هو حال كل الأنظمة المأزومة في منهجها وطريقة عملها وآليات ووسائل إدارتها ونمط تفكيرها وسلوكها العملي، والذي غالبا ما يكون في حالة انفصام عما يعلن ويدعى، وحصيلة ذلك بينة للعيان وكلنا نلتمسها اليوم، وهي تتمظهر في ضعف هيبة الدولة وعدم تمكن مؤسساتها من أداء مهامها، وفي عدم القدرة على التحكم بالقرار السيادي وحصر السلاح فعليا بيد الدولة وفتح الأبواب على مصارعها للتدخلات الخارجية في شؤون البلد. ويضيف الكاتب أن أوضاع البلد العامة المأزومة
ومصيره ومستقبله والخيارات التي يتطلع إليها المواطنون تطرح بقوة موضوعة التغيير الذي لم يعد خياراً وترفاً فكرياً، إنما يفرضه مآل الأوضاع وعجز المنظومة طبيعية الدولة والمدنية كذلك والديمقراطية. وهذا المشروع يستهدف خلاص الوطن والمواطن من رهط الفاسدين والفاشلين ووعاظ السلاطين، وهو الساعي إلى إقامة دولة المواطنة والمؤسسات والقانون والحريات والديمقراطية الحقة وتحقيق قدر معقول من العدالة الاجتماعية. وإلى صحيفة المدى التي نشرت مقالا بعنوان منزل في الإسكندرية وخرابة في بغداد للكاتب علي حسين، يقول فيه: وأنا أحث الخطى إلى بيت الشاعر اليوناني قسطنطين كافافيس الذي يقع وسط الإسكندرية في شارع يحمل اسمه. تذكرت الخرابة التي تقع خلف مقهى المربعة والتي كانت فيما مضى بيت الروائي العراقي الكبير غائب طعمة فرمان. يقول الكاتب: لقد تحولت الشقة والتي عاش فيها كفافيس تحولت إلى متحف يضم مقتنياته ومخطوطاته ومخطوطات قصائده وكتبه التي تضمنتها مكتبته الخاصة ومكتبه الذي كتب عليه أو كتب عليه قصائده وغرفة نومه وباقي أثاث منزله. وحين أتجول في غرف المتحف أتذكر كيف أهملنا بيوت كبار نهضتنا الثقافية، فمن يعرف اليوم أين كان يسكن جميل صدقي الزهاوي مثلا؟ ثم انظر إلى قصائد كفافيس التي تم حفظها والعناية بها وإلى مخطوطاته، أنظر وأتحسر على ما ضاع من تراثنا الثقافي وانشغال البعض بالمعارك الطائفية وكراهيتهم لكل ما هو وطني. نتابع. في الوقت الذي نفذت فيه مصر نفذت مشروعا عاش هنا، حيث وضعت لافتات رقمية لتوثيق المباني التي سكنها يوسف إدريس وإحسان عبد القدوس ومئات غيرهم، فتجد المواطن المصري يعرف جيدا أين يقع منزل الشاعر حافظ إبراهيم وفي أي زقاق سكن الشاعر أمل دنقل. ولكن لو سألت عراقيا أين يقع منزل غائب طعمة فرمان، وأين يقع منزل عبد الوهاب البياتي، وأين كان يجلس علي الوردي، لهز يده بطرا وتصورك مجنونا. فهل يعقل أن بلادا تتنازل ولا تتذكر أدباء وفنانين مثل الجواهري والسياب والأثري الذين لفهم الصمت والنسيان، مثل ما فعل بابن بغداد وراوي حكاياتها غائب طعمة فرحان، صاحب النخلة والجيران والقربان والمخاض والكثير من قصص وروايات كانت ولا تزال السجل الحقيقي لنفوس أهالي بغداد، تقرأ فيها أفراحهم ومسراتهم وأوجاعهم وأحلامهم. حمل غائب سنواته التي تعدت 60 ورحل بعيداً، لكن الذاكرة ظلت تجول في شوارع بغداد تصطاد حكايات العراقيين وأوجاعهم وأحزانهم. ولو نظر غائب اليوم إلى بغداد فسيرى نفسه غريبا في مدينة يريد لها أصحاب السلطة فيها أن تعيش زمن القرون الوسطى. وإلى موقع شبكة الجزيرة النت الذي نشر مقالا بعنوان الغطرسة الإسرائيلية التي أنتجت 7 أكتوبر للكاتب محمود علوش، يقول فيه: من الأهداف الكبرى التي حققتها حركة حماس في هذه الحرب إعادة إحياء القضية الفلسطينية وإظهار أن الردع الذي تفاخرت به إسرائيل كضمان لأمنها ولمواصلة احتلالها وتغولها الاستيطاني ولتقويض حلم الفلسطينيين بالتحرر الوطني عرضة للتصدع ما دام النضال الفلسطيني قائما، وبمعزل عن الأسباب الموضوعية الكثيرة التي أدت لانفجار حرب 7 أكتوبر، فإن جميعها تلتقي على سبب جوهري واحد هو الغطرسة الإسرائيلية، وهو حصيلة 8 عقود من الصراع تظهر كيف أن هذه الغطرسة التي صممت لمعاقبة الفلسطينيين على تبني خيار النضال في مواجهة الاحتلال، وهي في الواقع إحدى أكبر نقاط ضعف إسرائيل. نتابع.
تسببت هذه الغطرسة بأثمان كبيرة للفلسطينيين، لكنها فشلت في إخضاعهم وإجبارهم على التخلي عن خيار النضال الوطني. في المقابل كان شعور القوة الذي منحته لمشروع الاحتلال مخادعا تماما في كثير من الأحيان، فهي من جانب لم تستطع كي الوعي الفلسطيني أبدا، ومن جانب آخر أوهمت إسرائيل بقدرتها على أن تصبح دولة طبيعية دون الحاجة إلى الانخراط في سلام مع الفلسطينيين على قاعدة حل الدولتين. وفي نظرة على سياق القضية وعن قضيتهم بشكل قوي وعلى سياق نزعات الغطرسة الإسرائيلية، فإنها لم تترك خيارا للفلسطينيين للتعبير عن قضيتهم بشكل قوي سوى اللجوء إلى الوسائل باهظة التكاليف عليهم. في المنعطفات التاريخية الكبيرة التي مرت بها القضية الفلسطينية اعتاد الفلسطينيون دفع مثل هذه التكاليف. السبب ببساطة أنهم لم يحصلوا سوى الخيبات من الوسائل الأخرى الأقل تكلفة عليهم من حيث الدماء والمعاناة، مثل خيار السلام. إن محاولة معاقبة الفلسطينيين على الخيارات التي أجبروا على تبنيها من أجل إظهار أن حقوقهم المشروعة بالتحرر لا تسقط بالتقادم وتعمل كوصفة لتعزيز نزعات الغطرسة الإسرائيلية التي حصدت نتائج مشابهة تماما لتلك التي حصدتها الغطرسة الأمريكية في أفغانستان والعراق. وهذه انتقالة إلى صحيفة الشرق الأوسط، ونقرأ فيها مقالا بعنوان بوتين كيم زمن الازدهار الجديد، للكاتب إيميل أمين. يقول فيه: فوق المدرج أو المدرج المغطى بالسجاد الأحمر يخطو فلاديمير بوتين في زيارة الأولى له لكوريا الشمالية منذ عام 2000، حين اعتلى سدة الكريملين. ولعقود طوال كانت كوريا الشمالية حليفا موثوقا للاتحاد السوفيتي، غير أنه بعد انهيار الأخير ضعف مستوى العلاقة لتعود مرة جديدة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية لتكتسب أهمية فائقة، لاسيما بعد أن قدمت بيونغ يانغ دعما عسكريا واضحا تمثل في شحنات هائلة من الأسلحة والذخائر التقليدية وأعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية التي مكنت موسكو من مواصلة ضرباتها على كييف وما حولها. وعقب يومين من المباحثات بين بوتين وكيم، تم الإعلان عن خروج وثيقة تعاون استراتيجي تنص على تقديم العون حال تعرض أحد طرفيها للعدوان. متابع. تساءل الكاتب في مقاله: هل نحن أمام تغير جيو استراتيجي جديد يعزز مما يمكن أن نسميه محور مقاومة بوتين شرق آسيا في مواجهة ما يرى أنها محاولات أمريكية وغربية للهيمنة على مقدرات العالم بصورة لا تنقطع ولم تعد معقولة أو مقبولة حتى في عالم يسعى للتعددية؟ والمؤكد أن التصريحات الإيجابية التي غلف بها بوتين رؤيته للعلاقة مع بيونغ يانغ تعكس مرحلة جديدة من التعاون، خصوصا من خلال يقينه التام أن الكوريين الشماليين يشاركون بلاده في نهج السيادة المستقل عالميا والدعوة لإقامة نظام عالمي أكثر عدلا وأوفر ديمقراطية. إذ إن المشهد هنا حكما لا يتوقف عند مرحلة الشعارات الأيديولوجية، بل يمتد إلى مساقات ومسارات البراغماتية الأممية. ووجدت روسيا بعظمتها وقوتها العسكرية نفسها في حاجة ماسة إلى حلفاء يشاركونها طروحاتها السياسية وإلى مخازن سلاحهم التي لم تستخدم حتى في حروب منذ فترة، فكانت بيونغ يانغ هي العون والسند معا لها في أوقات تتدفق فيها أسلحة الناتو إلى أوكرانيا. والشراكة الجديدة تعني أن مقعد روسيا في مجلس الأمن سيصبح حائط صد لحماية بيونغ يانغ من قرارات الإدانة أو استمرار العقوبات. إلى الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم والصور الكاريكاتورية.
إلى صور اليوم، حيث نشرت وكالة الأناضول خبرا بالصور حول استقطاب محمية جولجوك بولاية بولور أو بولو شمالية تركيا الزوار الباحثين عن الاسترخاء في أحضان الطبيعة الخلابة، ولا سيما في أيام العطل، حيث تبعد المحمية نحو 13 كيلومتر عن مركز مدينة بولو وتقع بين ولايتي أنقرة وإسطنبول. وتعد المحمية وجهة مفضلة للتنزه والاستمتاع بالمناظر الأخاذة والهواء اللطيف في فصل الصيف، فيما يزداد الإقبال على زيارة محمية كولجوك الشهيرة في عطلة نهاية الأسبوع للاستمتاع ببحيرتها الرائعة وجمالها المستمر في مختلف الفصول، فلها نكهتها الخاصة في كل موسم، وهي تستهوي الباحثين عن الهدوء والراحة في أجواء ترسم من حولهم لوحات جمال الطبيعة الخلابة وسحر ألوانها. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الوضع صعب، والشهداء في الشوارع والجرحى. فجأة هيك يمكن خزفتين ثلاثة في الأرض، يمكن مساحة 700 متر، ثلاث قذائف ولا عن كل الخيام، كنا ناسحين، بدنا نتغدى ولا عاملين ولا أي حاجة، ولا مقاوم ولا أي حاجة من اللي بيدعوها. كل الخيام ولا عن النار، كل اللي أجوا شهداء كلهم أطفال وصغار، صاروا صغار قد كبشة إيدك. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.